نعمل غموس السبانخ. معانا راعي زبدة جنة ميكس، هقول لكم على المقادير. معانا حزمة سبانخ بدون عيدان، نص كوباية بصل أخضر مقطع شرايح، فص ثوم مهروس، معلقة كبيرة زبدة جنة ميكس، معلقتين جبنة كريمي، نص كوباية جبنة شيدر مبشورة، ونص كوباية جبنة رومي مبشورة، ونص معلقة صغيرة شطة. طبعا لو احنا هنستخدمها مثلا على السحور يبقى مش هناخد الشطة دي، ورشة جوز الطيب وملح وفلفل، بنقلل الملح برضو جدا عشان معانا جبنة رومي، يا اما نشيل جبنة رومي. لو دايما احنا بنظبط حسب الحالة او حسب احنا هنستخدمه لايه. اول حاجة انا هحط زبدة جنة ميكس، وهنحط فيها الثوم، وعلى طول هنروح منزلين اول ما ياخد تشويحه بسيطه، مش عايزه ياخد لون خالص. معانا السبانخ تشويحه بسيطه، انا ده مش هطوله خالص، يعني يا دوبك كده، مش عايزاه يستوي معايا خلاص. هطفي بقى، تمام كده، مش عايزاه اكتر من كده، انا كده تمام جدا معايا. هبتدي بقى ده هحطه معانا في محضرة الطعام. السبانخ اصلا بتتاكل نيه، فانا يدوبك اديتها تتبيله يعني دبلتها بسيط جدا، مش ان انا طبختها. معانا تليفون، حط بقى جوزة الطيب رشة بسيطة جدا، والشطة للي حابب وللي مش حابب مش لازم، بس هي للناس اللي بتعمل دايت دايما الشطة من الحاجات اللي بتساعد على رفع الحرق. انا حطيت الجبنة الكريمي، دلوقتي بقى هزود عليها الجبن. في طريقة تانية على فكرة، الوصفة دي بعد ما تتضرب كده ممكن يترش عليها جبنة الموتزاريلا وتخش الفرن، لكن انا هعملها بالطريقة دي. خلاص بنحط بقى الجبن اللي احنا قلنا عليها ما عدا الموتزاريلا، لو احنا نضربها بقى كده لانها بتبقى زي الغموس، يا تتقدم سخنة يا تتقدم ساقعة او دافية. فلو سخنة خالص بتقدروا تحطوها في قالب بايركس و ترش اخر حاجه الجبنه الرومي، الجبنه الموتزاريلا على الوش، وتخش الفرن وتطلع تتقدم على طول كغموس، تتغمس وهي سخنه، او الطريقه دي. ملح وفلفل بنظبط، انا برضو مش عايزه افرمها قوي عشان تديها يبقى لسه فيها الشكل ده. ومعانا البصل الاخضر اخر حاجه بحطها. كده يعتبر من الغموس اللي طعمها حلو جدا، وفي نفس الوقت صحية قوي، لان فيها طبعا السبانخ معانا فيها فوائد حلوة جدا برضو. نقدر نحطها على العيش بتاعنا ده. معانا تليفون، طب معلش حاولي كلمينا تاني. انتوا بتحكموا في القوام، انا شايفه كده كريمي، يعني ينفع ان احنا نروح ايه فردينها على العيش وتتاكل كده بالطريقه دي، الباقي يتحط في برطمان ويتشال في التلاجة يعيش معانا اسبوع. طبعا شويه الزبده دول بيبقوا مفيدين، شويه الثوم مفيدين جدا، السبانخ مفيد، الجبنه مفيده، كل حاجه فيها فايده.
هي بس الفكرة كلها دايما في الكميات، ما نزودش في الكميات. زودنا في الكميات الحاجة بدل ما تبقى صحية معانا تبقى ايه، تقلب عكسي. فدايما التركة او الفكرة كلها في الكميات بس كده. يبقى احنا كده خلصنا الغموس، غموس السبانخ تتقدم مع العيش اللي احنا عملناه الصحي. بتمنى يا رب الوصفتين يكونوا عجبوكم.